نشوف فقرتنا دائما متعودين عليها ببرنامجنا الصباحي، هي هيك فقرة ستات البيوت. خلينا نشوف فقرة المطبخ والشيف شو محضرت لنا لليوم، بعدها مكملين. صباح الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم معنا في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله رح نعمل لكم وصفة إيطالية حلو اسمه التيراميسو، وهلأ رح نبلش معاكم بالمكونات. المكونات عندنا بسكوت إيطالي اسمه سافوياردي اللي هو ليدي فينجرز، كاسترد، جبنة الماسكربونة، كاكاو، فانيلا، برش ليمونة، بيض، طحين، سكر، حليب وقهوة سريعة الذوبان. هلأ بدنا نبلش معاكم، بدي أسوي لكم الكاسترد كيف بتساوى، مع إني أنا مجهزيته بس حابة أورجيكم كيف بنعمل. أنا بعمله كلياته على البارد. أول إشي بنضيف الحليب، والسكر، والبيضة، وبرش الليمونة، ومعلقة فانيلا، بنحركهم لحتى يدوب السكر معانا شوي، وبعدين بضيف الطحين بالتدريج. طبعا الوصفة الأصلية للتيراميسو ما بتنعمل بالكستر، الوصفة الأصلية بتنعمل ببيض ني، بس لأنه طلعت قبل فترة مرض بالبيض ومرض الإنفلونزا الطيور، ففضلنا أنه نسويها بالكستر تفاديا لأي أمراض. هلأ بنحطها على النار وبنضلنا نحرك لحد ما تتكاثف معنا. الوصفة الأصلية بنفصل الصفار عن البياض وبنحرك بنخفق الصفار لحد ما يصير لونه على بياض وكريمي، وبنضيف للسكر، والبياض برضو بنخفقه لحد ما يصير معانا فلافي. بعدين بنخلطهم مع بعض وبنضيف عليهم جبنة الماسكربوني، هاي بتصير الحشوة تبعت التيراميسو. بس طبعا زي ما قلت لكم صرنا نفضل انه نسويها بالكسترد لضمان صحتنا. والليدي فينجرز هو عندهم اسمه السافوياردي، بنغرقه بالقهوة الإيطالية اللي هي الإسبريسو، بس طبعا لأنها ممكن انه ما تتوافر عند الكل فقلنا بنحطها بقهوة سريعة الذوبان. هلأ خلينا هون قبل ما يغلي شوي نبدأ نحضر ب الطبق اللي عندنا. أنا مجهزة عندي هون الكاسترد وهاي القهوة سريعة الذوبان، وبنجيب البسكوت بنضلنا نحرك فيها لحد ما تتكاثف وتجمد معانا. هلأ بنبدأ بالطبقة الأولى، طبعا التيراميسو هي قريبة لوصفة فرنسية اسمها الشارلوت، بيستعملوا نفس طريق بنفس نوع البسكوت، بس هناك ممكن يحطوا لها الكريمة المخفوقة، وهون بنستعمل جبنة الماسكربوني حتى تكون الفرق بيناتهم. التيراميسو زي ما قلت لكم من أشهر الوصفات الحلو بإيطاليا، وبيستعملوها كل إيطاليا نفس الوصفة، بس هلأ صاروا يستعملوا وصفات جديدة، ممكن بدل ما نعملها بالقهوة للي ما بحب قهوة ممكن يعملها بالحليب، أو ممكن يعملها بالكاكاو، أو ممكن بعصير أناناس، أو عصير الفراولة، أو أي عصير ممكن أنتوا بتحبوه وتضيفوا له الفواكه اللي أنتوا بتحبوها.
بس ما في أزكى من الوصفة الأصلية. هاي هون بدأ معانا الكاسترد يجمد زي ما انتو شايفين، بدنا نخليه ليبرد حتى نقدر نضيف عليه جبنة المسكربونة، لأنه إذا ضفنا الجبنة والكاسترد سخن ممكن تضرب معانا الجبنة ويصير الطعم مش طيب. هيها غليت معانا زي ما انتو شايفين، وتفاديا ممكن انه يكون مثلا صار عنا كتل او كبتين من الطحين ممكن نصفيها بعد ما انها تستوي معانا. خلينا نكمل هون الوصفة. هلأ على السريع رح نعملها، ما بتاخد وقت ابدا وكتير طيبة وحلوة وضيافة حلوة لضيوفك. هيها هون زي ما قلنا بتقدروا تسووها بالبيض الني. صراحة أنا دقتها كتير طعمها زاكي بالوصفة الأصلية. هلأ بدنا نحط هون طبعا الكاسترد أنا خلطيته مع الجبنة المسكربونة من أول. طبعا جبنة المسكربونة ممكن تكون غالية على بعضكم، ممكن نلاقي لها بديل تاني، ممكن في الأجبان اللي هي قابلة للدهن اللي بدون طعم بنستعملها للتشيز كيك، ممكن تستعملوها بدالها وتضيفوها على الكاسترد، بس بنصحكم تجربوها على الطريقة هاي راح تحبوها إن شاء الله. هلأ الطبقة الثانية لما أعملها بدي أعملها عكس ما أنا سويتها، إذا سويتها هيك بالطول الطبقة الثانية لازم نعملها بالعرض عشان لما نيجي نقطعها تطلع معانا قطعة متماسكة ما يوقعوا من فوق بعضهم. طبعا الطبقة الأخيرة بتكون منها عبارة عن الكاكاو بنرشه على الوجه. هلأ نرد نعمل الطبقة الثانية هي زي ما قلت لكم بالعكس بدنا نساويها. وممكن الكريمه تحطوا كريمه الكريمه تبعت الحلويات ممكن تحطوها برضو بدل المسكربونه. اللي بيميز المسكربونه انه إلها طعمه لاذعه يعني مميزه، هي اللي بتميزها عن غيرها من الاجبان، مع انه وهي ثقيله ودسمه طعمتها يعني لما ندوقها لحالها بتكون زي الزبده. والمسكربونة ممكن نستعملها بيستعملوها خليط من مع خليط من الأجبان وبيعملوها حشوة للبيتزا، وممكن يعملوا منها صلصات للمعكرونة، يعني إلها عالم واسع الأجبان بإيطاليا. بتمنى إنه هاي الوصفة تنال إعجابكم. إحنا هيك قربنا نخلص. هلا الطبقة اللي فوق أنا حابة أعملكم إياها بطريقة مختلفة شوي، بدل ما أدهنها تكون مستوية بدي أحطها بكيس الحلواني تعطينا شكل أحلى. وبرضو بالقهوة الإيطالية بالإسبريسو برضو النكهة تختلف، كل شيء على أصوله بيكون أطيب. هلا أنا هون مجهزة كريمة اللي هي الكاسترد مع المسكربونة، وهلا بدي أحطها على الوجه. طبعا بس نخلص رح نرش الوجه بالكاكاو وتشوفوا منظرها قد ايه حلو. لازم تنحط بالثلاجة يعني تقريبا اقل شيء 3 ساعات حتى تتماسك المكونات مع بعضها وتطلع معانا زي القالب. وهينا هيك تقريبا
خلصنا. هلأ بدنا نجيب الكاكاو ونرش. وهلأ أعزائي المشاهدين رح نحطها بالفريزر أو بالتلاجة لحد ما تتماسك معنا، وبنرجع لكم وبنورجيكم كيف طلع معنا القالب. وهلأ رجعنا لكم مع طبقنا الحلو الإيطالي التيراميسو، جبناه من الفريزر وجمد معنا. هلأ بدنا نزينه شوي وبيكون جاهز وقتها للتقديم. هلأ عنا هون اللي زاد من الكاسترد رح نحطه على الجوانب، ونحط من البسكوت المطحون نحطه داير ما يدوره حتى نغطي الفراغات اللي هون ويعطينا منظر جمالي أحلى. هلأ بجيب السكينة وبندهن الداير. هلأ السريع بيخلص معانا وبيكون جاهز للتقديم. إن شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم، وبتمنى إنكم تجربوها وتعطونا رأيكم فيها. هلأ خلصنا دهن الكستر دايم ما يدور التيراميسو، وبدنا نحط البسكوت المطحون. نمسك هيك دقيقة وبتكون الوصفة جاهزة معنا للتقديم. هيها هيك خلصت زي ما انتو شايفينها معنا. هيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت، وإن شاء الله تنال إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بحلقات جاية، والسلام عليكم.